رجعنا معكم مشاهدينا، بدي رحب بالزميلة والصديقة والعزيزة باميلا حنيني. أهلا وسهلا فيك اليوم، نورتينا بالنور معنا. صباح الخير ميرفت، شكرا ل يعني عائلة نور سات. بتعرفي أنا وياك بننتمي لها، وعن جد دايما بشكر ربنا أنه حطني مع أشخاص مثلك ومثل كل العائلة. تسلمي. قولي أنت يعني من عائلة تيلي لوميير ونور سات ومريم، يعني اللي نحن كمان بنوجه لهم تحيه كبيره لكل زملائنا، يعني والاختصاص اللي حضرتك يمكن كمان توجهتي له وقضيتي وقت من عمرك تتخصصي فيه لتفيدي المجتمع، خلينا نقول المجتمع الشرقي والمجتمع اللبناني بالتحديد، هو علم الجريمه اللي قليل جدا اللي توجهوا لهذا الاختصاص. والحلو انه كلهم سيدات، يعني خلينا ما نظلم الرجال، يمكن ثلاث ارباعكم سيدات. انتم 8 اشخاص، 6 نساء. انا وقتها تخرجت كنا تقريبا شي 10، ما بعرف هلا عم بيقولوا لي انه الاختصاص بعده مكمل عنا بالجامعه، وفي اشخاص يعني عم بفوتوا. بتعرفي ميرفت، عم نحاول قد ما فينا انه نضوي على هذا الموضوع. بعد في ناس ما بتعرف عن الاختصاص، يعني انا قد ايه حكيت عنه ودائما ضوي عليه، وفي ناس بعد ما بتعرف عنه بيخلطونا بين كذا اختصاص، بين علم النفس او بيقولوا لي ديتكتيف او تحقيق. هلا اكيد بناخذ، بس نحن لا ابدا، كثير بالاوقات بيقولوا لي مثل اي دي ديسكفري. انت تبع اي دي ديسكفري؟ بقول لهم لا مش ذات الشيء. بس هيدي تهمه اكثر ما انه مزيح. يعني خلينا نشرح للمشاهدين شو يعني علم الجريمه. صح، علم الجريمه او الكريمينولوجي المعروف اكثر هو علم بيتعاطى بكل ما يختص باسباب الجريمه، ان كان اسباب داخليه داخل الانسان، يعني عم نحكي بيولوجيا، او خارجيه يلي هي بتجي من المجتمع، من المناخ، من النظام الغذائي. كمان بنتعاطى مع كل شيء له علاقه باعاده تاهيل الاشخاص يلي بيدخلوا معترك الجريمه، ان كان بالسجون او بمراكز الاعتقال، او الاشخاص يلي بيتعاطوا المخدرات يلي هن مدمنين، مش بس مخدرات، العاب فيديو، كحول، مخدرات وغيره. وكمان اكيد بناخذ نحن ضمن اختصاصنا كيف بيصير التحقيق، يعني مسارح الجريمه كيفيه ادارتها. هلا العلماء الجريمه الحلو انه انت عم تاخذي ثقافه، هي ثقافه اكثر من انه نحن يمكن نلاقي شغل بلبنان، لانه كمان سوق العمل اللبناني ما بيلحظ هذا الاختصاص للاسف، ولكن هي ثقافه كثير حلوه على مستوى الفرد والمجتمع. يعني بتصير انت منك لحالك تلاحظي على اشياء موجوده حواليك ممكن تفيدك وتفيدي غيرك بذات الوقت. هذه بتصيري بتراقبي حركات او يمكن تصرفات وطريقه حياه حتى الاشخاص، ممكن تساعدي، يعني ممكن انا اكون موجوده باي مكان لاحظ شيء عم بيصير ممكن اتدخل لساعد. تقدري عم ساعد بطريقه علميه اكيد، تدخلي، بيتقبلوا العالم، بيتقبلوا الاشخاص انه شخص غريب عنهم يقدر يتدخل بامور خاصه. لا غريب ومره، يعني الكومبينيزون اوقات بتشكل خطوره على قدامنا، اي عائق كثير كبير. يعني ما بعرف هلا في كثير اختصاصات عم تتقدم بمجال النساء، ولكن نحن بعدنا كثير از كريمينولوج بعدنا كثير ورا. هلا اللي بيسمع علم الجريمه دائما بقول يعني خاصه بالاطباء الشرعيين، خاصه بالجرائم اللي بتصير على الارض، جرائم القتل وغيرها وغيرها. بس حسب ما قلتي لي انه هيدا عالم واسع، يعني ما بيختص بهذا مش الامور بس، يعني نحن فينا نحكي هلا عن كيف علماء الجريمه بيقدروا يساعدوا بوضع خطط طوارئ. مثلا نحن نقول هلا موجودين ب جائحة كورونا طبعاً. يعني شو بتقدروا، كيف بتقدروا تساعدونا انتم كعلماء جريمة؟ طبعا بما انه بنتعاطى بكل شيء بما يختص المجتمع، مثل ما حضرتك ذكرتي ميرفت انه نحن مش بس بنتعاطى مع الاشخاص الميتين يعني او القاتلين، نحن كمان بنتعاطى مع الاشخاص الحي، يعني الشخص الحي يعني اللي بيتعرض للتعذيب، بيتعرض لاي عنف. بقلب مادة علم الجريمة في عندنا شيء اسمه علم الضحية. علم الضحية اللي هو الفيكتيمولوجي، علم الضحيه بيتعاطى مع الضحايا، المتابعه على الصعيد النفسي المعنوي وحتى يمكن الطبي او البيولوجي، لمتابعتهم من بعد ما يكونوا انصابوا باي حادث او كارثه طبيعيه او غيره. هلا لنرجع على موضوع جائحه كورونا. للاسف بلبنان ما عم بينعطى دور للبلديات مثل ما لازم، خاصه انه انت بتعرفي البلديات هلا بوضع ماساوي جدا، ما عم بينصرف لهم اعتمادات مثل ما لازم،
عم بيكون في عندهم كثير شح بالموارد الماليه يمكن كمان. بس البلديات الوضع كله بس البلديات انا بالنسبه لي هن خط الدفاع الاول بجائحه كورونا، هن يلي بيتعاملوا مع الاحياء السكان الموجودين بهذه المنطقه يلي بيقدروا يكونوا اذا فينا نقول اول اشخاص بيتدخلوا قبل ما تجي اي فرقه طبيه او اي شيء ثاني. فانا برايي انه الشرطه المجتمعيه المتمثله كمان بالبلديات في عليها كثير دور اساسي. اذا ما نحكي عن الخطط الطوارئ، خطه الطوارئ بتصير على ثلاث اقسام. اول خطه الطوارئ بتصير على صعيد الحكومه طبيعه الاحوال، ثانيه بتصير على صعيد البلديات، والثالثه بتصير على صعيد الشركات اللي هن عرضه، يعني شركه الادويه اللي بيتعاطوا مع المرضى اذا عم نحكي عن جائحه، يعني ما عم نحكي عن زلزال او غيره. فإذا ما نحكي عن البلديات، أنا برأيي أنه البلديات ضروري يكون بكل بلدية في عنا ديبارتمنت أو فينا نقول قسم بيتعاطى مع البانداميك والأبيداميك أو الجائحة والمرض. لأنه بتعرف يا ميرفت نحن بلبنان في كتير مناطق بعدها بتشرب من النبع، بعدها تشرب من 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 اي سورس مياه. هلا رجعوك على الزراعه كمان اللي عنده جنينه صغيره حد بيته exactly. فممكن الاهل البلده تو بي انفكتد او يتاثروا بمثلا بمرض او ببكتيريا بقلب المي، فهون كمان عليها البلديه انه تتدخل بموضوع. انتوا شو دوركم كاشخاص كافراد حاملي هيدا الاختصاص انه تساعدوا هيدي البلديه بهيدا الامور؟ نحن هلا نحن بكورونا وهلا عم نشهد يمكن موجات او موجه جديده لكورونا وعم تنصاب، يعني عم صاروا عم بيصيروا يعزلوا بلدات عن بعضها. كيف بتقدروا تساعدون ان كان مش ما بعرف بالعزل او بعدم انتشار هذا الموضوع؟ اول شيء بدنا نعمله هو تجهيز البيرسونال الموجود بالبلديات، اوكي، لانه هن على احتكاك مباشر مع المواطنين. نحن اللي فينا نعمله كمان نوضع خطط طوارئ للبلديات، يعني اول ما تبلش الجائحه كيف يتوجهوا على منازل الاشخاص، يفوتوا على كل بيت على كل حي يشوفوا قد ايه عدد الاطفال الموجودين لانه هن العرضه اكثر شيء، قد ايه عدد ختيره لانه كمان هن فئه مستضعفه وعرضه اكثر للخطر، قد ايش في اشخاص بيعانوا من اي مرض نفسي لانه يمكن نحكي بعد شوي الامراض النفسيه رح تكثر من بعد فيروس كورونا. فكل بيت وعم نشوف حالات انتحار، يعني طبعا هذا موضوع يعني جدل كثير كبير. فالبلدية بيصير عندها بكل بيت داتا عن احتياجاتهم الطبية اليومية، قد في عدد ختيرة، قد في عدد أولاد، لتقدر تساعد العيال الموجودة إذا مش على الصعيد المادي على القليل على الصعيد المعنوي. بعدين من ضروري يكون في تركيب لشيء اسمه هوت سبوت. نحن بنعرف البلديات بتهتم بكل شوارع البلدة، ولكن بكل شارع بأوله أو بآخره يكون في شيء اسمه هوت سبوت. هذا الهوت سبوت بيسير دوريات بالشارع، عم بحكي هالقد بدنا نفوت بالتفصيل، بيسير دوريات بالشارع بينتبه في اي صريخ عم بيصير بالبنايات، اي عيط، اي تحرك مشبوه، لانه السرقات رح تكتر هلا كمان لانه الحاجه عم تكتر فالسرقات رح تكتر اكيد. وعم نشوف يعني وعم نشوف في نشل عم بيصير بالليل وبالنهار، جرائم قتل 100%. فالبلديه كمان هون عليها دور كثير اساسي انها تسير هذه الدوريات 24 على 24. طب نحن عم نقول المعطيات وعلى كل بلديه شو عليها تعمل، بس هل توجهتوا فعليا للبلديات؟ يعني هل عرضتوا قدمتوا هيدي يمكن المقترحات انه انتم قادرين تساعدون؟ بعد لا ابدا. شو اللي بيمنع؟ اللي بيمنع هو اول شيء اللي بيمنع يمكن الجو العام يلي ما عم بشجعنا نحن انه نقدم على اي خطوه، لانه كل ما نقدم على خطوه عم بيصدونا. هون انا اللي بدي اساله. يعني انتم افراد وجهتوا على البلديه، اكيد لازم تروحوا عند رئيس البلديه طبعاً. لانه هو المعنى الاساسي بهذا الموضوع. طبعا بدي اقول لك كيف بيتفاعل. هلا نحن ما راح نسمي اي رئيس بلديه مع انه اتمنى لانه هذا الموضوع كثير مهم. كيف بيتعامل معكم؟ يعني هل بياخذكم بعين الاعتبار ولا سمعناكم ويلا بنرجع نتعاطى معكم؟ هلا راح اقول لك شغله ميرفت، انه المشكله انه نحن ما عندنا دعم. يعني اكيد نحن ما عندنا نقابه ورانا، نحن ما عندنا جهات مختصه ورانا، نحن ما بنتبع لوزاره، ما بنتبع لاي جهه حكوميه رسميه، مع العلم انه نحن بنقدر نكون موجودين بوزاره الداخليه، بوزاره الشؤون، وبوزاره العدل. وانتم وين مطرحكم هلا من هالوزارات؟ هلا حاليا ولا محل لانه مشغولين. لانه بتعرفي مع انه الاختصاص اكيد موافق عليه من قبل وزاره التربيه ونحن اخذنا شهاده
يعني ما اعترف فيها وبنقدر نعدلها، ولكن للاسف ولا حدا من الوزارات بيطلب ورانا، واصلا ما بيعرفوا انه يمكن نحن موجودين لهي الدرجه. انتوا وين اخذتوا هذا الاختصاص؟ باي جامعه؟ بجامعه روح القدس بالكاثوليك، نحن الوحيدين يعني الجامعه الوحيده اللي بتعمل هذا. في جامعه بطرابلس كمان بتعطي هذا الاختصاص، على ما اظن نسي اسمها للجامعة، ولكن بطرابلس كمان، لكن انه هي موجودة على الارض وهذا الاختصاص مسجل بوزارة التربية وفي شهادة له وبنقدر نعدلها يعني كمان. ف يعني شيء بحزن. ايه يعني انا شخصيا عملت كثير مبادرات فردية على صعيد الفرد، يعني طلعت على الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، نزلت كمان على السراي، عملت كثير مبادرات، ولكن دائما في وعود بس ما في ابدا نتيجه من هيدا الموضوع. فلقلك انه بنفقد الامل، مش قصه تفقد الامل، ولكن بتصير تقول انه نحن ثلاث سنين بين اختصاص، وعن جد متعب الاختصاص ميرفت، لانه انت بدك تشتغلي بايديك وباجريك، ما في مراجع. بتعرفي قد ايه هذا الاختصاص مطلوب باوروبا او بامريكا؟ ايه معاشات على فكره خياليه برا. ليه اخترتي هذا الاختصاص باميلا؟ انا بالاساس عامله علوم سياسيه وعلاقات دوليه. او هيك اللي لازم تعالجيه هن السياسيين بهذا الموضوع. ايه 100%. قررت فوت بالماستر، كنت بدي فوت شيء خاصه بالحقوق او بالدروا، لقيت انه كحقوق يعني كثير كليشيه، ليش ما بفوت شيء خاصه بالحقوق ولكن بذات الوقت كمان بيقدر يخدمني بالمجتمع. وثاقبت انه فتحوا الاختصاص عنا بالجامعه وتحمست كثير عليه وبلشنا. شحالك المعاناة، ولكن كان طريق كتير صعب ميرفت، ما كان حدا يعني ممكن يشكل الدعم. ايه انه شو عم تعملي اختصاص، يقولوا لك انه مش سامعين فيه قبل، او شو عم تعملي هذا، ما رح تعملي خبز يعني، بتعرفي هول هذا الكلام المعتمد دائما. ايه ريتشيال دائما باللبناني، لانه اللبناني دائما بحب يكسر مقاديه في الاخر. ايه هي المشكله، ما في حدا بيدعم حدا. طيب الفرق بين عالم الجريمة ودكتور علم النفس، هيدا الضغط الكبير اللي يمكن بخافوا منكن علماء النفس انه انتو تجوا تقشطون مرضاهن، وهيدا سوء الفهم بيناتكن. انا دايما كل مرة بطلع مقابلة وبحكي عن علم الجريمة بقول لهم نحنا ما منتعدى على علماء النفس، نحنا مش اخدين هذا الاختصاص، نحنا بناخد كور اسمه بسيكولوجي كريمينال او علم النفس الجنائي، نتخصص بكل ما يتعلق بالجرائم، يعني حدا سكيزوفرينيا، حدا باي بولر، نحن ما بنتعاطى معه الا اذا عمل جريمه. يعني بده يكون في اكت، بده يكون في انتقال للفعل الجرمي لنحن نتدخل. علماء النفس مشكورين كمان على كل الجهود اللي عم بحطوها ليقدروا يطوروا اكيد اختصاصهم، ولكن نحن اذا بدك تاخذي حالي نحن بنكون تدخلنا قبلهم، يعني نحن بنتدخل قبل علماء النفس لعل عالم النفس يقدر يعالج المريض او الكيس. نحن اللي بتفرق عن علماء النفس انه بندرس شجره العائله، يعني الجدود كلها وغيره. اللي كمان بنفرق انه بنفوت بكل تفصيل بحياته للشخص، بنفوت بالوراثه، ندرس عن المناخ كيف بيأثر على السلوك الإجرامي، يعني كنا عم نحكي تحت الهواء عن النظام الغذائي، قديش مهم ناكل خضرة وفواكه ونبعد شوي عن اللحمة، لأن اللحمة هي بروتين وبتسبب لنا نشاط، وبالتالي بتسبب لنا فرط بالحركة، ويلي عنده استعداد ممكن يروح صوب الأعمال الانحرافية. نحن كأشخاص يعني ما كتير فيتين بدراسة معمقة بعلم الجريمة، ما بنعرف من يعني شو تركيبة كل شخص أكيد. او شو اللي بيساعد هذا الانسان اذا عنده العامل الوراثي وعنده هو هيدي النيه كمان، لانه النيه بدها تكون موجوده أكيد. بيقدر يحفزه اكثر. يعني هلا قلتي لي انت عم تقولي لي عن المناخ، عن النظام الغذائي، اللي اكيد انه ثلاث ارباعنا ما بنعرف هذا الموضوع، خاصه ممكن يزيد عند اشخاص حاضره لانه تعمل جريمه، كمان يساعد انه تعمل الجريمه بيمكن عن سابق اصرار وتصميم. صح. اذا ما نحكي عن موضوع المناخ، بظن المشاهدين كمان بهمهم، انت اوقات بتقولي بالشو بضايق خلقي، معصبه، ما بعرف شو بدنا عم بعقص. طبيعي كثير بالشتاء ما كثير بنسمعها. في دراسات لعالمين اسمهم كاتلي وجاري اثبتت انه بفرنسا، عمل دراسه بفرنسا وبعضهم لهلا بيعتمدوها بفرنسا، انه بفرنسا بالمناطق الدافئه او هي يلي بتشهد شوب كثير، الجرائم العنفيه او القتل والسرقه هي اكثر، بينما بالمناطق البارده الجرائم على الممتلكات وجرائم الاموال هي اكثر. فالحراره المرتفعه
بتعلي لك اول شيء السيروتونين، بتعلي لك كل شيء اعصاب. يعني نحن معمولين كلنا من اعصاب، علم الاعصاب كمان شيء كثير مهم انه يندرس بالكريمينولوجي. اي خلل بالاعصاب بشرايين الاعصاب او بالغدد الصماء، نحن بنقولها الغدد الصماء يلي بتضخ مباشره على الدم، اي خلل بالهرمونات اللي موجوده فيها ممكن تسبب لنا نشاط عنفي او افراط بالحركه. اللي عنده استعداد مع كثير عوامل غيرها ممكن يروح صوب الجريمه. مش معقول، علم عن جد علم كبير بحد ذاته. انا بدي اتشكرك باميلا لحضورك، واكيد رح تضلك معنا كثير حلقات لانه لازم نستفيد من هيدي الخبره. اهلا وسهلا فيك، نورتينا، وانا شخصيا اشتقت لك من بعد كورونا لانه انا فتره طويله ما شفتها. ثانك يو لحضورك، اهلا وسهلا. مشاهدينا رح نتوقف مع فاصل ورح نرجع معكم.